بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدين الكرام أجمل الترحيب في مسهل هذه الحلقة من ناشئ في رحاب القرآن. تعرف عليك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أخوكم في الله أحمد عيسى علي، العمر 18 سنة والجنسية صومالي. من الصومال إن شاء الله. أحمد، في أي عمر بدأت تحفظ القرآن؟ الحقيقة عمري 5 سنوات بدأت تحفظ. نعم. من كان يحفظك؟ كان ابن عمي. البداية كان ابن عمي يحفظني، فانقطعت. ابن عمك؟ اي نعم. ما شاء الله. فانقطعت السنوات بين أن سافرنا فالله يجزاه خير في ما جيت رأس الخيمة، فحفظت القرآن في عند شيخي. في أي عمر رديت تحفظ؟ تقريبا عمر 12 سنة. 12 سنة. هنا. كم سارق معك؟ سنتين. سنتين. هنا. متواصلة. هنا. ما انقطعت ولا غبت ولا؟ ما انقطعت. ما شاء كنت الله. أروح الصبح المدرسة والعصر تحفيظ. الصبح في المدرسة والعصر في التحفيظ. هنا. العصر من العصر للمغرب؟ نعم. طيب هذا الوقت؟ العصر للعشاء. العصر للعشاء. نعم. طيب ما كان يأثر على الدراسة؟ دراسة متى كنت تدرس؟ كيف؟ متى كنت تدرس؟ تدرس الصبح. التحضير للمدرسة كان لما ترجع ولا بعد العشاء؟ مرات يعني لما ارجع هنا يعني. نعم. ولما مرات ادرس في المدرسه في المدرسه. ما شاء الله عليك. احمد، واجهتك مواضع صعبه؟ اي نعم. تذكر مكان مثلا قصه موسى؟ متكرر في اكثر متكرر مكان. في اكثر ممكن. نعم. وقصه ادم عندما نعم. عليه السلام عندما رفض ان يسجد. البليس عندما رفض يسجد لآدم. نعم. أحمد، هذه المواضع صعبة، كيف كنت تعالجها؟ كنت أحفظها يعني في كل صورة مكانها. طبعا احنا لما نقول صعبة في البداية تبدو صعبة، ولا القرآن كله ميسر. الله عز وجل قد يسر القرآن للذكر. فهذه المواضع اللي فيها متشابهات ماذا كنت تفعل معها؟ كنت أراجعها دائما، هي خاصة تستخدم طريقة التكرار، كثرة التكرار. نعم. حتى تستقر. نعم. نعم. طيب الآن كيف منهج المراجعة عندك؟ غالبا كل يوم أراجع 5 أجزاء. 5 أجزاء ما شاء الله. في أي وقت؟ بعد ما دخلت الدورة المكثفة كنت يوميا أراجع 5 أجزاء. نعم. من الصبح الساعة 7 إلى العصر، مرات إلى المغرب. إن شاء الله. فترة الظهيرة تأخذ استراحة؟ اي نعم، الصراحة في الساعة 3 إلى 4 كان الصراحة. طيب وقت شاق يا أحمد، كيف تصبر نفسك؟ الحمد لله ذلك فضل الله يتيم. تشعر بأنس مع الله عز وجل؟ نعم. طيب ما كنت تجد مشقة في الجلوس في مثل هذه الدورات المكثفة اللي يعني أمدها طويل؟ الحمد لله والله المنة، ما حسست فيها. إن شاء الله. طيب أحمد، كلمة شكر وثناء توجهها لمن؟ أشكر الوالد العزيز الذي ساعدني حتى أتم القرآن كله، وشيخي شيخ محسن والشيخ محمود حفظهم الله جميعا. أحمد، عندكم من العائلة من يحفظ القرآن؟ نعم. هناك عندكم من العائلة من يحفظ القرآن من الإخوة؟ نعم. نعم. طيب هذا يعني من إخوانك من يحفظ القرآن ساهم في دفعك إلى أن تكمل هذه المهمة وهذا الإنجاز؟ نعم. نعم. كانوا يشجعونك؟ يشجعوني. طيب أشد الناس فرحا بحفظك للقرآن من كان؟ أكيد والدتي والوالد. إن شاء الله. أحمد، تذكر الساعات التي أكملت فيها القرآن؟ والله تذكر؟ لا ما أذكر صراحة. نعم. طيب أحمد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفعك بما حفظت. آخر آيات حفظتها أنت بدأت من الناس؟ بدأت من الناس وانتهيت من البقرة. آمن البقرة. يعني كانت آخر آيات هي آيات البقرة. ما كان تواجه صعوبات في قواعد التلاوة، ولا كانت مضبطة عندك؟ الشيخ كان يضبط معك طريقة الحفظ يعني؟ نعم. طريقة الحفظ كنا نحفظ يوم رأس حزب
مع درس جديد ويوم درس جديد مع المراجعة. نعم. الحمد لله تمام. جزاك الله خير. أحمد تسمعنا شيء من تلاوة؟ إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. جزاك الله خير يا أحمد وطيب الله أنفاسك ونفعك بما تحفظ من كتاب الله عز وجل. مشاهدينا الكرام نلتقي مع المزيد من حفاظ كتاب الله عز وجل في لقاءات قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.